بسم الله. اليوم خطر لي أن أذكر بالرباعية التي تضغط المعاني، التي تجمع كل الأشكال. يعني لو قلنا مثلا بسبعتين النظام، كيف؟ ما هو هذا النظام الذي يقوم بسبعتين؟ منذكر بالحديث الماضي الأربعاء الماضي أن السبعتين الآيات السبعة في سورة الفاتحة، الأيام السبعة في حياة الناس، الحواميم السبعة، وكيف نكتشف الصراط المستقيم في كل من هذه السبعة. عرفنا أن مالك يوم الدين هو الأربعاء، أربعاء السبعة في سورة الفاتحة. الأربعاء هو الأربعاء، الشاهدة هي أربعاء الأصابع، مثلا الزخرف التي تتحدث عن كيف جعل الله القرآن عربيا لعلكم تعقلون، هي الآية الرابعة. اليوم بسبعتين النظام، لمن به قد أقاموا. بسبعتين النظام، ممكن تكون نفوسنا السبعة مثلا، مقامات النفوس السبعة، حياتنا، الحياة، منظومة النفس الأمارة، النفس اللوامة، النفس الملهمة، النفس مثلا النفس البيضاء، النفس المطمئنة، النفس الراضية، النفس المرضية، النفس الشافة. بسبعتين النظام، لمن به قد أقاموا. فهل فقهت حكيما بتسعتيه يرام. هلا صار سبعتين وتسعتين. أنا قلت في الأربعاء الفائت وأقول في هذا الأربعاء، حديثي الروحي لعباقرة أرواح، ولا أستثني أحدا، أبناء آدم، بنات حواء، بشر مزودون بمواهب، فيهم طاقات عميقة، قد تكون منابعهم عميقة لكن استخراجها ممكن، تحريضها ممكن. إذن بسبعتين النظام، أول إعجاز ناخده أنه ماذا بسورة الأعراف السورة السابعة، ماذا بسورة التكوير السورة السابعة وفق النزول. سورة التكوير أبجدية تامة وآياتها قليلة، ولكن العجب الإعجازي فيها إذا يكرر الإذا 12 مرة. بعدين بعد كل هذه التقصيات الشرطية كأنه دفتر شروط، بيقول علمت نفس ما أحضرت. هنا علم نفس، علم اكتشاف نفس الإنسان، ولكن بعد إذا السماء كورت، وإذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، إلى آخر إذا بعد الطواف بكل هذا الكون، علمت نفس ما أحضرت. في علم الأخلاق تعلمنا هذه السورة أمرا عظيما. إذا كان الله لا يدين نفسا إلا بعد كل هذه الشروط، بالشمس وبالبحر وبالوحوش وبالبشر نحن من أين لنا الحق أن يفتي بحق أحد على الطائر ونحن لا نعرف عنه شيء؟ إذن سورة بسبعتين النظام، لمن به قد أقام، بسورة الأعراف نعرف أهل الجنة وأهل النار، بسورة كورت بالسبعة يعني السورة السابعة على حسب النزول، نعرف أنفسنا ونعرف أنفس الآخرين، إنما على مرايا هذا الكون المتعددة. المرحلة الثانية في حديث الإعجاز اليوم، مرحلة فهل فقهت حكيما بالقرآن جملة وتفاصيل،
يؤكد لنا أن كل ما في هذا الكون يسبح الأحد القيوم، كل ما في هذا الكون يسبحون وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قل لي أنا ما سمعت الورد، أنتو صباح الورد ما سمعتوا عم بيحكي، ما سمعتوا شميتوا. ليش قلت اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم عندما مررت بحديقة أو عندما رش عليك مسك أو عطر؟ لأنك يعني بشكل ما تلقيت رسالة من هذا الورد. إذن فهل فقهت حكيما؟ يعني هذا الفقه يبلغ بتسعتين. مين هن التسعتين؟ قد تكون السورة التاسعة مثلا، سورة التوبة وفق اللوح المحفوظ، قد تكون سورة الليل وفق ترتيب النزول بتسعتين يرام. اقرأ التوبة، اقرأ الليل وانظر، اقرأ كتابا إنجليزيا بعنوان رجال في أردية سوداء، رجال غامضون، ما وراء غموضهم هذا؟ السيدة إيفون سينغ تتحدث عن سورة الليل، ولكن من خلال نشيد أنا استخرجته استلهمته من سورة الليل، كيف تحتضن الصحراء الناس والأشياء. بدأت من هذا، قرأت هذا الكلام وهي بين القاهرة ودمشق. الفصل في الكتاب هذا الرجال في الأرضية السوداء عنوانه بوابة دمشق. بوابة دمشق كتير مهم، من كاتبة أمريكية دخلت إلى دمشق من بوابة الليل، بوابة التوبة. بتسعتين يرام هذا الفقه، صح الأسماء الحسنى 99. إذن معناها الفقه، فقه البلاغة، فقه اللغة، إعجاز اللغة القرآنية يحتاج إلى الأسماء الحسنى. Thank you.